هذه القصيدة من كلمات المحكوم عليه بالقصاص يحيى مطري المجهلي، ينخى فيها أسرة علي مفرح القرادي وشيخ قبيلة القرادي للعفو عنه. أداء بسام الفيفي. يا الله هي اللي في يده علم الغيوب، يا الواحد المعبود جلت قدرته أنت الرجع يا فرد ستر العيوب، والعون منك للسجين في نكبته، يا عالم النجوى ويا مجني الكروب السيف الأحد بصوب عيني لمعته، والخصم صامل والوقت عمر محسوب، ويحياتنا الدم من ورا زنزانته، شكوى هي يومه ضاق به كون الرحوب، والمرتجى رب يجود برحمته، بجاه مولى سيدي ملك القلوب راجيه واطلب في النوايب فزعته، سلماني ابن سعود ذا كف مغلوب حتم عليه الوقت كامل غلطته، يا الجال كف العون لك من كل صوب، يا كف ما تقصر على حد مدته، وياك يا بن نايف غوتني الدروب، يا عون قلب يشتكي من ضيقته، يا مير يا بن ناصر في صدري شبوب، وانا الضرير اللي تقاصر حيلته، يا ناس من جد والرجا يا اهل هروب، ويا المشايخ كل شيخ ونصرته، وتكفى طلبتك يا علي مفرح وتوب، جد بالعفو عن قلب تدنو ساعته، قضيتي وابليس شيطان نلعب واصبحت في حكم القصاص وصدوته، قدر علي الله ذنب من الذنوب، وابليس من خنجره نفذ طعنته، هذا حسن من خيرة رجال الجنوب، صار القدر بالنهي فارق دنيته، حسن مكانه ما مكانه من ينوب، ونطلب الله يسكنه في جنته، وانا حصل لما حصل وانا مغلوب، الجال ركنين قوتي من قوته، وادعيك يا الله في البكور وفي الغروب، تربط فواد الوالدة من لوعته، وفوادها مما حصل وده يذوب، لكن هي قدر الحكيم وحكمته، ما فيه يا ربي من أقدارك هروب، واسألك رفقك بالقلب في محنته، والختم صلوا كل ما هب الهبوب على رسول الله مرشد أمته، والختم صلوا كل